السلام عليكم. وصلنا إلى الجزء الأخير من الحديث عن الـ SDN Software Defined Networks، وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن أنواع الكنترولرز اللي ممكن نستخدمها، اللي هو الـ SDN Controller، واللي هو راح يكون في المكان الوسطي ما بين الـ Communication Link أو الـ Interface مع الـ Switches، وبين الـ Applications اللي هي تستخدم لـ Network Control Applications. واحد من اهم الكنترولرز المستخدمه اللي هو يسمى الاوبن داي لايت كنترولر، طبعا هذا يسمى يعني اوبن داي لايت ليثيوم كنترولر. الميزه الرئيسيه اللي فيه انه نتورك ابلكيشنز may be contained within or external to the SDN controller، يعني النتورك ابلكيشنز او النتورك كنترول ابلكيشنز اللي هي التطبيقات التحكم بالشبكه، واللي هي قد تكون الراوتنج وال اللود بالانسينج والفاير وول وغيرها من الامور الاخرى، قد تكون جزء من الكنترولر وقد تكون هي خارج الكنترولر. يعني يمكن ان نستخدم التطبيقات الموجوده بداخل الكنترولر، ويمكن الاستعانه بهذه التطبيقات من طرف ثالث مثل ما ذكرنا ثيرد بارتي. طبعا يحتوي ايضا على سيرفيس ابستراكشن لاير اللي هو انتر كونكتس ذا انترنال اكسترنال ابلكيشنز اند ذا سيرفيسز. يحتوي ايضا على طبقه ابستراكشن اللي هو طبقه الاختصارات، اللي من خلالها يستطيع استخدام يعني الاختصارات البرمجيه او الريستفول اي بي اي للتعامل مع التطبيقات خارج الكنترولر. النوع الثاني من انواع الكنترولرز اللي هو الاو ان او اس، اللي هو ايضا اوبن سورس يعني نتورك كنترولر او اس دي ان كنترولر. الميزه مالته انه الكنترولر ابلكيشنز تكون خارج الكنترولر، هذه الحاله يعني راح تكون منفصله عنه. الانتنت فريم نتورك اللي هو يعني هيكل عمل الانتنت نتورك اللي هو يعني شبكه النيه، راح يحتوي ايضا على هاي ليفل سبيسيفيكيشن فور سيرفيسز وات از راذر ذان هاو. طبعا هذه يعني احد الاختصارات او المصطلحات المهمه في هذا المجال، واللي يمكن يعني الاطلاع عليها في الانترنت. considerable emphasis on the distributed core، يعني ايضا هذا في تركيز كبير جدا على انه يكون الكور موزع، لانه على مود يضمن لنا السيرفيس ريلايبيليتي اللي هو وثوقيه الخدمات، ريبليكيشن بيرفورمانس سكيلينج وغيرها من الامور الاخرى. هذه الكنترولرز ايضا بعد قليل راح نشوف يعني تفاصيل عنها في الانترنت. بالنسبه للتشالنجز اللي ترافق الاس دي ان مثل ما ذكرنا، الهاردنينج ذا كنترول بلين، يعني احنا من خلال فصل الكنترول بلين عن الداتا بلين جعلنا عمليه الكنترول بلين اصعب بكثير مما كانت موجوده في الراوترات سابقا، الا انه الامور التي حصلناها انه حصلنا على كنترول بلين من نوع الديبندبل اللي هي يمكن الاعتماد عليها، ريلايبل موثوقه، بيرفورمانس سكيلبل يعني يمكن ان يبقى الاداء جيدا حتى اذا يعني زاد حجم الشبكه، سكيور ديستريبيوتد سيستم، الروبوستنس تو فيلير يعني ايضا فيها فعاليه كبيره جدا ضد الفشل حتى يعني اذا كان هناك كثير من الاخطاء في الشبكه، الديبندابيلتي والسكيورتي بيكت ان فروم ذا فيرست داي، يعني هنا السكيورتي واحده من الامور الرئيسيه اللي يعني تم اخذها بعين الاعتبار منذ الخطوه الاولى عند بناء الشبكه، على خلاف المعماريه التقليديه للشبكات والتي مثل ما ذكرنا يعني بنيت في السابق بحسن نيه، يعني لم يكن السكيورتي مبنيه في الاساس في معماريه الشبكات عندما بنيت في الستينات والسبعينات والثمانينات، وانما بدات يعني تاخذ اهتمامها بعد ان ظهرت يعني المخاطر الامنيه، في حين شبكه الاس دي ان يعني في الوقت الراهن يعني مثل ما يقول بيكت ان، يعني طبخت السكيورتي في داخلها من البدايه، وبالتالي راح تكون هي اكثر امنيه بشكل كبير من المعماريه التقليديه للشبكات. كذلك النتوركس بروتوكولز ميتينج ذا ميشن سبيسيفيك ريكويرمنتس، يعني بهذه الحاله استخدام الاس دي ان راح يوفر لنا ريال تايم يعني التعامل مع البيانات في الزمن الحقيقي، الترا ريلايبل يعني موثوقه بشكل كبير جدا، والترا سكيور وايضا مثل ما ذكرنا هي امينه بشكل كبير. انترنت سكيلينج ايضا يعني استخدام الاس دي ان راح يسهل لنا عمليه يعني توسيع شبكه الانترنت والسماح لها بالتمدد والكبر من حيث الكم والنوع على خلاف الشبكه الموجوده حاليا، واللي هي يعني مقيده من ناحيه الراوتنج وغيرها، او على الاقل في الكور نتورك يعني في قلب الشبكه او لب الشبكه هناك الكثير من المشاكل اللي ممكن انه تحل لنا اياها شبكه السوفت وير ديفايند نتوركس. احد الامثله على الاوبن فلو، اذا كان لدينا مثلا داتا جرامز من الهوست رقم 5 والهوست رقم 6 يمكن التي يجب او نريد انها تصل الى الهوست رقم 3 او الهوست رقم 4 من خلال السويتش 1 ثم السويتش 2. هنا نلاحظ انه اكو عندنا هنا الهوست رقم 5 هذا هو والهوست رقم 6، ونريد ايصال البيانات الخاصه بها الى الهوست رقم 3 والهوست رقم 4 باستخدام السويتش 1 والسويتش 2. فبالبداية يعني ممكن ببساطة أنه نقوم بضبط إعدادات السويتش الأول، بحيث أنه إذا كان لديك ماتش الاي بي سورس اي بي ادرس 10 0 anything anything والديستنيشن 10 2 anything anything، فقم بتوجيهها إلى البورت رقم 3، هذا هو البورت رقم 3.
فبالتالي أي بيانات تأتينا من هذا الهوست رقم 5 أو الهوست رقم 6 وتحتوي تطابق هذه المواصفات سيتم توجيهها مباشرة إلى البورت رقم 3. بعد ذلك يعني في هذا السويتش إذا كانت هناك البيانات القادمة من البورت رقم 1 واللي هو هذا هو البورت رقم 1 وكان السورس اي بي ادرس الخاص بها هو 10.3 anything anything والديستنيشن اي بي ادرس هو 10.2 anything anything فقوم بتوجيهها إلى البورت رقم 4، هذا هو البورت رقم 4. بعد ذلك نلاحظ أنه يعني احنا قمنا بتطبيق الخطوة الأولى من المطلوبة من المطالب اللي هي توجيه البيانات من الهوست 5 والهوست 6 إلى الهوست 3 و4 عن طريق السويتش رقم 1، يعني مجرد أنه قمنا بتوجيهها إلى السويتش رقم 1 ثم بعد ذلك من السويتش رقم 1 استخدم البورت رقم 4 لنقل البيانات إلى السويتش رقم 2. نفس الحال أيضا في السويتش رقم 2 إذا كانت البيانات قادمة من البورت رقم 2 في هذه النقطة والديستنيشن اي بي ادرس الخاص بها هو 10.2.0.3 فقم بتوجيهها الى البورت 3 واللي هو هنا الى الهوست 3. كذلك اذا كانت البيانات القادمة من البورت رقم 2 وكان الديستنيشن الخاص بها هو 10.2.0.4 فقم بتوجيهها الى الفورورد الى البورت 4 واللي هو ايضا راح يوديها الى الهوست رقم 4. تلاحظ انه هنا يعني هذه الامور استخدام المطابقة والأكشن وغيرها من الأمور الأخرى كل هذه يوفرها الأوبن فلو بروتوكول اللي تحدثنا عنه في المحاضرات السابقة اللي هو طبعا يتم إعطاء كل هذه البيانات يعني من خلال الكنترولر وضبطها يعني طبعا من قبل النتورك أوبريتر. بهذه المحاضرة والمحاضرات السابقة تحدثنا عن سوفت وير ديفايند نتوركس، تحدثنا عن الأوبن فلو بروتوكول، تحدثنا عن الرسائل من الكنترولر إلى السويتشز وكذلك من السويتشز إلى الكنترولر وأخذنا بعض الأمثلة على الأوبن فلو. خلينا وياكم نشوف بعض أنواع الكنترولرز اللي هي تحدثنا عنها قبل قليل أونلاين. أكو واحد من أتن هذا اللي هو اسمه أوبن دايلايت كنترولر، طبعا أيضا هو مدعوم من قبل لينكس فاونديشن بروجكتس، يمكن تنزيل آخر نسخة من عنده هنا من خلال الداونلودز والعمل عليها يعني واختبار فعاليتها وكل المواصفات الخاصة بها. أيضا يمكن الذهاب إلى اليوزر جايد مباشرة ومثلا هنا تشوف أنه الأوبن دايلايت كنترولر أوفر فيو يتحدث لك طبعا عن كل المواصفات الخاصة بهذا الكنترولر والمعمارية الخاصة به وكيفية تنصيبه في داخل الحاسوب والعمل أي طبعا يعني وكيفية العمل يعني بناء الشبكات والتحكم بها. كل هذه الأمور يوفرها هذا الموقع اللي راح يعني نخلي الرابط الخاص به في الديسكريبشن الخاص لهذا الفيديو. كذلك بالنسبة للكنترولر الآخر اللي هو ONOS أيضا يعني موجود الموقع الخاص به ومن خلاله تستطيع يعني معرفة الكثير من الأمور الأخرى عن يعني مثلا about هذا الكنترولر الفيتشرز الخاصة به. الفيتشرز نعم روح باك شوية هنا الفيتشرز الخاصة بهذا الكنترولر scalability availability resilience كل هذه الأمور الأخرى. يمكن أيضا الذهاب إلى download طبعا يعني أيضا تنصيب هذا الكنترولر وطبعا ممكن السورس كود مباشرة تنزله للينكس، ممكن تنزل الباكج يعني اللي هو ملف مضغوط وممكن أيضا يعني تنزيل نسخة الدوكر إيمج. أيضا هناك يعني الكثير من المعلومات عن كيفية البدء والعمل على هذا الكنترولر، ربما في المستقبل يعني مثلا هنا tutorials and walk through هذه التوتوريالز اللي هي تشرح لي يعني خطوات استخدام هذا الكنترولر وكيفية العمل عليه وكيفية التحكم به الأجهزة كويك ستارت وذ فيرتشوال ماشين سكراتش وغيرها من الأمور الأخرى. ربما إن شاء الله في المستقبل مثل ما ذكرنا أنه نتحدث عن هذه الكنترولرات ونشوف يعني شلون نقدر نستخدمها في مشاريع التخرج أو مشاريعنا العملية والأمور الأخرى. أتمنى أن تكون هذه الدورة المختصرة مفيدة بالنسبة للناس المهتمين بمجال السوفت وير نتوركس ومفيدة لطلبة الجامعات وللباحثين، و إن شاء الله تنتظرونا في الدورات القادمة. شكرا جزيلا ومع السلامة.